عادل أمين محترف في مجال الغناء والأداء. أنا طالب المعهد العالي كنت الموسيقى وتخرجت نلت الاحتراف في الغناء والمقامات. صاحب هذا العرض إنتاجا 80% من العرض هو كلماتي وتلحيني أو بحث في نصوص قديمة. هذا العرض تجليات مجموعة لمجموعة تجليات في عرضها مناجات، هو مراوحة بين الإنشاد الديني الروحاني الصرف خالص إبحار في عالم العالم الغيبيات والروحانيات مع مزيج من الإنتاج المتداول الإيقاعي المعروف المتداول. فنحن بهذا العرض نذهب بعيدا بالأرواح، ندغدغ السكنات والأرواح والمبادئ والقيم في جو معناها من الخشوع ومن الهالة من الإنشاد والابتهال. الحياة فام، الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة